يا هلا بكم أصدقائي. اليوم رحت خيمت بمنطقة جميلة جدا بالشمال التركي، وكانت الأجواء تجنن. بعدها شفنا الغروب واستمتعنا بأجواء المطر وأصوات الطبيعة. صار الليل وبديت أطبخ وجتني بزونة ما أدري منين، أعطيتها أكل وبعدها رجعت سويت لكم همبرجر، والله حتى بالمطعم ما تلقوه. بعدها نمت أسهل نومة بأجواء المطر. صبحنا الصبح وقلت أجرب هذه الأكلة، صراحة ما أعرف اسمها لكن هي توست وصوصج وبيض، بس كلش طيبة. هالمرة رحت بالدراجة على هذا المكان لأنه ما كان يبعد علي بس ساعتين ونص. أصدقائي هذه الفيديوهات قديمة، أنا كنت أنشرها باللغة الإنجليزية بس ما نجحت. عندي هسه بقى 5 فيديوهات راح أنزل لكم إياها إن شاء الله، وبعدها راح أنزل لكم فيديوهات بيها كلام وصيد ومغامرات، وراح أحكي بالفيديو مثل ما قلتوا لي بالتعليقات. أتمنى تستمتعون بالفيديو وتنطوني رأيكم بالتعليقات.
You're not hungry anymore, right? Oh, no. She like mayonnaise. She or he? I don't know. Take it.